السلام عليكم، عاملين ايه يا سنة تانية؟ درسنا النهاردة بسيط جدا ان شاء الله عن الجمع. هنحل شوية مسائل كلامية عن الجمع. المسألة الاولى بتقول اشترى حسان 23 قطعة بسكويت بالشوكولاتة. هنحط 23 في دائرة زي ما انتوا شايفين، واشترى ايضا 35 قطعة بسكويت بالفانيليا. عايزين نعرف بقى عدد البسكويت التي اشتراها حسان. هنضيف العددين اهو 23 زائد 35، ونعمل جدول القيمة المكانية. الجدول ده اسمه جدول القيمة المكانية. الأحاد فيها 3 اهو 3 مربعات، العشرات فيها 2، ارسم عمودين. بعد كده 35، 5 في الأحاد والعشرات فيها 3. طب نجمع ازاي؟ نجمع الأحاد كلها مع بعض في العددين، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اهو الأحاد فيها 8، والعشرات كلها مع بعض 1، 2، 3، 4، 5، يبقى العدد عندي 58. بعد كده بنحلل الأعداد القيمة الرقمية زي ما عملنا في الدرس اللي فات. 23 هنحللها لـ3 زائد 20، 35 تتحلل لـ5 زائد 30، 58 تتحلل لـ8 زائد 50. المسألة اللي بعد كده بتقول وجدت مريم 68 صدفة على الشاطئ، ووجدت أختها اهو الأول نضيف العدد الأول في دائرة، وجدت أختها 21 صدفة. ما مجموع الأصداف التي وجدتها الأختان؟ طيب هكتب العدد الأولاني اللي هو 68، وبعد كده العدد الثاني 21، ومثله في جدول القيمة المكانية. يعني الأحاد فيها 8، هرسم 8 مربعات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. العشرات فيها 6، هرسم 6 أعمدة، 1، 2، 3، 4، 5، 6. العدد الثاني 21، الأحاد فيها 1، العشرات فيها 2. طيب نجمع ازاي؟ نعد الأحاد كلها مع بعض، الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات. تعالوا نعد الأحاد، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، يبقى كده الأحاد فيها 9، وارسمها 9 مربعات، 4، 5، 6، 7، 8، 9. العشرات فيها كام؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. العشرات فيها 8، وارسم 8 أعمدة، 4، 5، 6، 7، 8، ونحللها للقيمة الرقمية بتاعتها 68. يلا يا حبايبي حللوا معايا. 8 في الأحد زي ما هي، والعشرات 6 تبقى بـ60. 21 الأحد 1 والعشرات 20. 89 الأحد 9 والعشرات 80. نشوف المسألة اللي بعد كده. ذهبت عائشة في مغامرة بحث عن الحشرات، وقد عدت 62 نملة. عائشة عدت كم نملة؟ 62 نملة و26 فراشة. ما مجموع الحشرات التي وجدتها عائشة؟ هكتب العدد الأول اللي هو 62، والعدد الثاني اللي هو 26. مش هجمع، هعمل الأول جدول القيمة المكانية. الأحاد بها 2 والعشرات 6، 2، 3، 4، 5، 6. هنا الأحاد فيها 6، أرسم 6 مربعات، 5، 6، وهنا العشرات فيها 2. نجمع الأحاد كلها مع بعض، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، يبقى الأحاد فيها 8، وهرسم 6 مربعات، وهرسم 8 مربعات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، والعشرات تجمع العشرات كلها مع بعض، 1، 2، 3، 4، 5، 6،
سبعة ثمانية، العشرات فيها ثمانية وهرسم ثمانية عشرات. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يبقى الناتج عندي أصبح 88. نحللها للقيمة الرقمية. 62 تتحلل، 2 في الآحاد، 60 في العشرات، 26. هي الاثنان وستون؟ لا، مش نفس القيمة. هنا الآحاد فيها ستة، تبقى ستة زي ما هي. العشرات فيها اثنان، نستبدل الآحاد بصفر، يبقى العشرات بعشرون. 88، 8 في الآحاد والعشرات تبقى 80. وهتحلوا المسألة التانية زي نفس الفكرة دي بالظبط. شكرا لكم يا سنة تانية، مع السلامة.